في الأشهر الأولى بكون صعب على الأسير الجديد ومعش شغال ومعش أمور ومعش كانتين ومعش يشتري إلا اللي بأمنوا له إياه للإخوان. لما استقرت أموري بعد أكم من شهر أول إشي سويته جبت هاي طاولة الظهر، يعني كان مسموح تدخل على من خلال الصليب، كل 6 أشهر كنه بجيب لكل قسم 4 أو 5 طاولات. بكيت أنا موجود في قسم العزل، وهذا القسم في نخبة من الأسرة من الفصائل، قسم صغير زنازين كل زنزانة فيها 2، في القسم كان في 46 واحد، وكانوا من نخبة الفصائل المعزولين عن الأسرة بحجة التأثير والتحريض على الإدارة والتحريض على الخطوات وما إلى ذلك. أنا بكيت معزول من هالقدار على قسم العزل. في قسم العزل زنازين 2، واهتماماتهم مش الاهتمامات الترفيهية، يعني اهتماماتهم أكثر يعني في القراءة، في الأمور السياسية، في القضايا اللي لها فائدة. فبالتالي ما كناش نحتاج أنه نلعب ظهر أنا واللي عندي في الغرفة، وكان عندنا واحدة كان يستخدمها هو. بعدين لما أجت لفت الصليب الثانية وجبلنا طاولات، قال لي يلا هاي أجتك طاولة، لأن بكيت أستخدم أي إشي حطه بالدك، فيش طاولة، وقاعد أنا على البرش متربع وهاي هيك على إجري، هاي طاولتي. فبكيت أحاول أحط دفترين من بدي أحاول أكتب. لما أجت هاي إجت عندي في سعادة العزل، وثقت الهاي في 2005، في آخر 2004، أول 2005. أنا انعزلت في آخر 2004 على عزل السبع، وظليت في عزل السبع تقريبا 2 سنين. القسم العزل والزنزانة صغيرة، برش اللي هو تحت الطابقين، واحد تحت وواحد فوق، بس بكت يعني نشعر انه منها بدنا يعني نطلع حياة. هذا المكان الميت، هذا القبر، هذا الزنزانة، منها بدنا نطلع حياة. سويت هاي الطاولة، حطيت فيها الشبكة معي كلام يعني ودفتري اللي بكتب عليه وبعض القضايا. بعدين لما انا اكتشفت كيف نصنع السمغ من صابونة الجلي وبياض البيض، بنخلط بصير يلزق، جبت هاي قطعة القماش ولزقتها، طبعا انشالت أكثر من مرة في التفتيشات، عشرات المرات، وعملت فيها هاي الفتحات وهاي المسطرة، مش عارف إيش هيك، من باب إنه التغيير، وإنه أنا بدي أتفنن في المكتب تبعي. هاي برا الأخوة الأحرار أبناء فتح في قلاع الأسر الصهيونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الأخوة والوطن والقدس والشهداء. وبعد مقدمة لا بد منها، تعيش الحركة الوطنية الأسيرة لحظة مصيرية حاسمة من لحظات عمرها النضالي والكفاحي الطويل، فنحن الآن كجيش عريض ننتمي لهذه الحركة، علينا أن نقرر أن نكون الأوفياء على إرث حركتنا الكبير الحافل بالتضحيات الجسام والإنجازات الكثيرة، والتي لولا معارك الدم والجوع لما تحققت، أو أن لا نكون. وهذا معناه أن نتنكر للدم الذي سال وندوس المقدس في التاريخ بنعال لا مسؤولية ولا وطنية ولا رجولية، ونخالف تعاليم الرسالة التي قدمنا زهرة أعمارنا في سبيلها.